قامت الحكومة المحلية في محافظة واسط وللعام الثالث على التوالي حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية 25 لاستشهاد السيد محمد صادق الصدر ونجليه بحضور شخصيات عشائرية وجماهيرية. ضمن الأمور التي ثبتت عليها الحكومة المحلية في واسط هو إقامة هذا الحفل التأبيني لإحياء ذكرى استشهاد السيد الشهيد ونجليه الطاهرين على يد الطاغية في عصره. وحقيقة لابد لنا من خلال إقامة هذه، أولا هو إحياء ذكرى الشهداء الذي واجب وأمانة علينا، وأيضا نستلم كل العبر والمحطات التي عاشها السيد الشهيد من أجل اتخاذها كمبدأ عمل لخدمة محافظة واسط، وأيضا فرصة لجميع الكتل والطوائف العراقية من أجل التوحد، ويكون هدفها هو الحفاظ على المواطن العراقي وتحقيق كل مبتغاه من أجل الحفاظ بكرامة. وحقيقة هو هذا المبدأ الذي سار عليه أكثر الشهداء، نسأل الله أن يجعلنا من الثابتين على نهج آل الصدر والشهداء الكرام. السيد الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه كان مرجعا عارفا فيلسوفا مفكرا وكاتب بارع. السيد الصدر يعجز اللسان عن مدحه وعن التكلم عنه، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان رجل كجده علي ابن أبي طالب وكجده الإمام الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. السيد الشهيد الذي أحيا صلاة الجمعة، وهاي وحدها ماكو صلاة الجمعة اللي إحنا كنا متصورين أنه صار ماكو صلاة جمعة نهائيا، يعني كنا متصورين صلاة الجمعة مو صلاتنا، ولكن جاء هذا الرجل من خريبات النجف يتوكع على عصا وأحيا هذه الفريضة العظيمة التي أماتها القوم سنين، والحمد لله رب العالمين. وفاء من أبناء محافظة واسط لتخليد ذكرى شهدائنا، لا سيما صاحب الذكرى المحتفى به في هذا اليوم السيد الشهيد محمد صادق الصدر قدست نفسه الزكية ونجليه الطاهرين، أقام ديوان محافظة واسط هذا الحفل التأبيني وبحضور مبارك من جميع أبناء المحافظة بكل أطيافها، ولا سيما هذه السنة الثالثة على التوالي يقيم ديوان المحافظة السيد الشهيد الصدر، عنوان كبير لا يستطيع أن المتكلم أن يحيط به من جميع جوانبه. السيد الشهيد الصدر خلال فترته القصيرة ومن خلال منبره المبارك خاطب كل فئات الشعب العراقي، لا سيما الموظفين والعشائر والمرأة التي خصص لها خمس خطب متوالية، وكذلك أهل الفن والاختصاص، وكذلك جميع الفئات، لا سيما في خطبته الأخيرة خاطب الغجر، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.